السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد. بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري ومصر والقاهرة 19 جنيه و63 للشراء، 19.69 للبيع. أما البنك التجاري الدولي سجلها 19.65 للشراء، 19.71 للبيع. أما السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي للدولار سجلها 19 جنيه و62 للشراء، 19 جنيه و72 للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 19.63 للشراء، 19.70 للبيع. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس، دعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.